بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. النهاردة بنقدم لحضراتكم هدية، أقوى برنامج للحماية من الفيروسات، برنامج اسمه داف أنتي فيروس. البرنامج ده برنامج مجاني مدى الحياة، بيتمتع بالعديد من الخصائص التي لا توجد في برنامج آخر، بالإضافة إلى مجانية البرنامج. فهذا البرنامج يساعدنا في الحماية من الفيروسات لعدد ضخم جدا، من ضمنها أهم فيروسين بيأثروا جدا على الفلاشات أو الكارت ميموري، وهو برنامج الأوتوران والشورت كات، بالإضافة إلى الحماية من برنامج الفيديا، البرنامج الخطير الذي يقوم بتشفير الملفات وبالتالي منع الوصول إليها. بنقدم لكم هذا البرنامج من الموقع الرسمي من خلال رابطين: الرابط الأول تحميل أحدث إصدار من الموقع الرسمي، الرابط الثاني هو رابط بيتم استعراض إمكانيات ومزايا هذا البرنامج، بالإضافة إلى وجود روابط في الرابط الثاني، وجود روابط فرعية لتفعيل النسخ المختلفة وجعلها نسخ فعالة مدى الحياة، خاصة اسم داف بروفيشنال. تعالوا بينا نبدأ مع حضراتكم. دول الرابطين، الرابط الأولاني، الرابطين هتنجدون في خانة الوصف الديسكريبشن. الرابط الأولاني بعد ما حضرتك هتقوم بتشغيل النت زي ما هنشوف مع حضراتكم، هنقوم بتحميل أحدث إصداره وهنتعامل مع النسخة المجانية. هنتعامل مع النسخة المجانية، ودي نسخة مجانية مدى الحياة بإمكانيات معينة، ولكنها تفيدني في الحماية من عدد ضخم جدا من الفيروسات، وكذلك الكشف عن فيروس الأوتوران وشورت كات، بالإضافة إلى أحصنة الطروادة والترجونات. ده الموقع الرسمي لإسم داف، هذا هو الموقع الرسمي. بيقول لك إن في الأساس هي بتتعامل مع حماية الفلاشات، ادي الفلاش ديسك والملفات المخفية. يتميز ان هذا البرنامج لا يتعارض مع اي برنامج حماية اخر، فهو برنامج ثانوي يعمل بجوار البرامج الاخرى. هذا البرنامج يعتمد على ميزة الـ AI او الـ Artificial Intelligence، الذكاء الاصطناعي، في كشف عدد كبير جدا من الفيروسات، خاصة الفيروسات الجديدة، لانه بيكون متصل بقاعدة البيانات. حضرتك هتحمله من داونلود حسب الاصدار، احنا في 21 21 لا واحنا 22 او 23، لان ده الموقع الرسمي لهذا البرنامج، وهنا استعراض لمعظم الخصائص الموجوده فيه. يبقى انت حضرتك هتضغط وتقوم بتحميله. بعد ما حضرتك هتحمله هيظهر قدام حضرتك على هذا الشكل، هي دي النسخه اللي هيتم تحميلها وهنسطبها قدام حضراتكم. طيب لو انا عايز استعرض امكانيات البرنامج، عايز استعرض امكانيات البرنامج من هذا الموقع اللي هتجدوه برضو في خانة الوصف مع حضراتكم اهوت، نشوفه كده اهوت ونستعرض وندي فكرة سريعة عن برضو البرنامج وامكانياته والاصدارات المختلفة وكيفية تفعيلها. من خلال الموقع الثاني تستطيع انك تفعل برنامج الحماية، خاصة الاصدارة البروفيشنال منه، عن طريق اما باتش او كراك او سيريال نمبر. اذا التفعيل لو حضرتك هتحمل النسخة العادية بتحملها مع من الموقع الرسمي اللي هي الاسم داف اللي هي النسخة العادية، بينما النسخة البروفيشنال انصحك انك تحملها من هذا الموقع. الرابط موجود عند حضراتكم. ليه؟ لانه هيتيح لك عملية التفعيل بالكراك والباتش والسيريال نمبر. هنا بيستعرض هذا البرنامج اسمه داف للحماية من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة والترجونات، وكذلك إظهار الملفات المخفية عن طريق الشورت كات وفيروس الأوتوران، بالإضافة إلى الحماية على عدد كبير جدا من الفيروسات والوقاية من فيروس الفيديا اللي هو البرنامج فيروس الشهير بالفيديا اللي هي الوانا كراي. قلنا أن أهم ميزة انه هيزل لك فيروسات الشورت كات والاوتوران اللي بتعمل غلق للفلاشه
وبتظهر عبارة ان الفلاشة محمية ضد الكتابة، وبالتالي لا تستطيع انك تنسخ اليها او تحذف من خلالها او انك تقوم بعمل فورمات من خلال هذا البرنامج. تستطيع استكشاف الفيروسات التي تمنع عملية الكتابة على الفلاشة وتقوم بإزالتها ومنعها مرة أخرى. دي الميزة الرئيسية اللي في هذا البرنامج. البرنامج ميزته كمان انه صغير الحجم، بيساعد في الحماية من عدد كبير جدا من الفيروسات خاصة الفلاشات والكروت ميموري، بيزيل فيروس الاوتوران، هذا الفيروس اللعين الذي يضر اجهزة الكمبيوتر ويعمل على تبطئة واخفاء الملفات هو والشورت كات، بيقضي على احصنة الرواد والبرمجيات الخبيثة، بيعمل مع البرامج الاخرى، بيديك حماية قوية جدا لعملية فيروس الفيديا، بالاضافة انه خفيف وبيعمل في خلفية البرنامج. لما تيجي حضرتك تستعرض هذا الموقع هيبدأ يعرض لك كل نسخة، من خلال النسخة نهوت بيقول لك ازاي تقدر تفعلها عن طريق السيريال نمبر، وبيديك السيريال نمبر الخاص بتفعيل هذه النسخة سواء النيم والكي او عملية انك تقوم بالتفعيل عن طريق الريجستر، بيديك ملف الريجستر اللي بتضغط عليه فبيقوم بعملية التفعيل، او بيديك الكراك اللي من خلاله بتقوم بعملية التفعيل. طيب بعد ما نزلنا البرنامج اهو هنقوم بتثبيته على الجهاز، هبدأ ضغط الدبل كليك عليه، وقلنا ان مفيش اي تعارض بينه وبين برامج الحماية الاخرى زي ما هنشوف مع حضراتكم. عملية التثبيت بتكون عملية سهلة، لكن انا احب اشير الا اني انا عامل اكتر من سطح مكتب على الجهاز، فلذلك لازم تظهر رسالة هل انت بتشتغل من خلال حساب كذا او من خلال حساب كذا او من خلال حساب كذا. هنبدأ دلوقتي عملية تثبيت هذا البرنامج والقاء الضوء سريعا عليه بعد تفعيله او بعد تشغيله. زي ما احنا شايفين هنا وقت انا بقول له يس على هذا النحو، وزي ما قلنا ان النسخة مجانية مدى الحياة ولكنها تتمتع بمزايا لحد ما محدودة بخصوص فيروس الفيديا، لكن فيروسات الاوتوران والشرتقات وترجونات واحصنة الروادة هناك مناعة قوية جدا. هنا هو انت بتختار اللغة، اهو هنختار اللغة الانجليزية وبنضغط على اوكي. هذه هي الاصدارة الحديثة، ثم اضغط على نيكست موافق اي اكسبت، ثم عملية انه يقوم بانشاء اختصار على سطح المكتب او انه يدي احصائيات لو حضرتك عايز. نلغي الاحصائيات دي مش مشكلة، نخليه ينشئ اختصار على سطح المكتب، ثم بعد ذلك نضغط على انستول فيتم تثبيته على الجهاز. برنامج زي ما قلنا مساحته قليلة حوالي 10 ميجا، وبعض الاصدارات تصل الى 5 ميجا فقط. برنامج بامكانيات جبارة، بيحقق حماية كاملة لجهاز الكمبيوتر، وفي نفس الوقت انا بستخدمه كأداة رئيسية لاكتشاف فيروسات الاوتوران والشرتقات وحذفها من على الجهاز، واستعادة جميع الملفات الملفات المخفية، بالاضافة ان انا بستخدمه كأداة لمعالجة حماية الفلاشة ضد الكتابة، لان دي برضو مشكلة بتظهر، وقلنا في اكتر من طريقة من ضمنها استخدام هذا البرنامج اللي من خلاله هيقضي على الفيروسات اللي بتمنع التعامل مع الفلاشات. اتمنى الكل يساعد على انتشار هذا البرنامج المجاني اللي مش محتاج لك كراك ولا سيريال نمبر. بالنسبة للاصدارة اللي هي الاصدارة العادية اللي بيتم تداولها، ولكن هناك اصدارات بامكانيات اكبر لازم لها من سيريال نمبر او كراك او باتش، خاصة الاصدارة اللي هي البروفيشنال. انتهينا، هقول له فينش على هذا النحو فيقوم بانشاء اختصار على سطح المكتب. تعالوا بينا نقول كيفية التشغيل مع حضراتكم. بيبدأ هنا يعمل عملية تحميل اهوت، وزي ما شفنا ان دي احدث اصدارة موجودة، خلاص بدأت تظهر كده قدامنا، وزي ما بنشير ان هو بيعمل من خلال طبقتين رأسيتين، ان هو بيعمل كملف ثانوي. هتظهر هذه الاصدارة، هذا هو الشكل
انت دلوقتي بتقول له تو كونتينيو، استمر، ثم هتضغط على سكانر، ثم هتحدد الجزء اللي انت عايز تعمل له سكان او جهاز الكمبيوتر كله نحدده، ثم نضغط على سكان، ثم نضغط على سكان، وهننتظر دلوقتي هيبدا يمسك المجلد ويشوف مدى التقدم بالنسبه لهذا المجلد ويديني المعلومات وعدد الملفات اللي بيتم فحصها وعدد الفيروسات، واذا كان في مشاكل في الريجستر او في ملفات مخفيه هتبدا تظهر قدامنا مع حضراتكم. زي ما احنا شايفين بيبدا يمسك المجلد او البارتيشن ونشوف الوقت اللي هو بيستهلكه، ثم بيبدا عمليه السكاننج، ثم عدد الملفات اللي بيتم فحصها، وفي النهايه خالص اذا وجد فيروسات بتظهر ان هو باللون الاحمر، اذا وجدت اخطاء في الريجستر او ملفات مخفيه بنفس الطريقه، ثم بعد ذلك حضرتك هتضغط على فيكس اول فتتم عمليه حذف الفيروسات. وبكده استطعنا ان احنا نوفر لحضراتكم النسخه المجانيه. قلنا بالنسبه للنسخه اللي هي البروفيشنال اللي هي تحقق حمايه كامله لبعض الحاجات اللي هي موجوده عند البروتكت والتولز دي، لازم لها من كراك او سيريال نمبر، واحنا اهدينا لحضراتكم الموقع اللي من خلاله تستطيع الحصول عليها. اتمنى اكون وفقت في شرح هذه المهاره السريعه. تقبل تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.